الحلقة الجاية من طرف تاني عشان ما تلعبش مع الكبار تاني. يعني عجبني طريقة تفكيري. تعبانة من ايه يا حبيبتي؟ تعب لما يجيلك في مفاصلك يا وليا. مش يوسف اللي تدرس ودان، وانه لو فكر يعمل كده تاني مش هقرص ودنه، انا هقطعها له. طرف ثالث يوميا طيلة شهر رمضان المبارك 5 المساء على الجديد